هلا، أنا ثامر من قناة ميجا فيلم، واليوم رجعنا لكم بهذا الأسبوع بقائمة الأفلام الجديدة. ثامر تأخرت شوي، أدري، ولكن شهر فبراير كان شهر فقير للغاية، ولكن في كم فيلم من شهر فبراير، بس أغلب الأفلام راح تكون موجودة في هذا الشهر بالتحديد. ففي هذه القائمة 10 أفلام رتبتها لكم من الجيد جدا إلى ممتاز، ويمكن غالبا بكرة راح ينزل فيديو المسلسلات الجديدة. Allow me to introduce the other night entities. There's more? We're fun. You're gonna love us. You brought the screamer? The kid who's afraid of everything? Helping random children to boost your fragile self-esteem is not in our job description. Whoa, that is insightfully harsh. لازم كل فترة من قائمة الأفلام الجديدة أتكلم عن فيلم أنيميشن، وهذا الفيلم يعتبر فيلم أنيميشن جميل من خيال ومغامرات جميلة من هذا الفيلم. رح نشوف الصبي اللي يعيش حياته في خوف كبير من المرتفعات والحيوانات الأليفة والظلام، ولكن الحماس يبدأ أول ما يحاول وحش على شكل ظلام لينقاذه من مواجهة مخاوفه. واحد من الأفلام المظلومة والغريبة واللي قصتها من خارج الصندوق. إذا تحبون الأفلام الكوميدية والمخلوطة بالرعب ليه فوتكم. الأحداث تبدأ أول ما تتسبب الفتاة بالمدرسة الثانوية في إحياء جثة رجل من عصر فيكتوري، فتسعى بشتى الطرق لتحويله إلى فارس أحلامها. فيبقى السؤال، كيف وصلنا إلى هنا ومن هذا الشخص المرعب بالتحديد؟ دوريس، old lady's name. It was my grandma's name. Oh, she died the day I was born. My God, is there any conversation with you that is not like thoroughly depressing? من الأفلام التحفيزية والجيدة هذه السنة. إذا تبون تسارع بالأحداث وأكشن، في أفلام ثانية موجودة في هذه القائمة، ولكن هذا الفيلم شاهدوا أول 20 دقيقة، إذا ما أعجبكم تبقى وجهة نظر. رح نشوف الفتاة اللي ما تدري وين الحياة راح توديها، ولكن الحياة تصدمها أول ما تكتشف أنها لازم تهتم بأخيها اللي يشعر بمرض مميت. خلال هذا الأمر يدور الكثير من الأمور، وتحاول تكتشف سر هذا الأمر. فيلم يمكن ما يجذب من القصة، ولكن أعطوه فرصة واحكمه. I just want a house. Want a place I can call home, Nick. That's the American dream. Four walls, a patch of grass, a place to write my novel. الفيلم هذا كنت انتظره من سنة 2023، ولكن لم يصدر، بس رجع لنا هذا الشهر. الفيلم يتكلم عن الحلم. رح نشوف فيلم شخص يحاول الحصول على بيت الأحلام ولا عيش فيه. الصدمة تبدأ أول ما يكتشف أن هناك عرض رهيب لبيت والعيش فيه مقابل سعر ممتاز، ولكن الصدمة أول ما نعرف شروط العيش في هذا المنزل راح تجعله إنسان آخر. فيلم أعجبني وقلت لازم يكون هنا. As a proton pack, it's completely safe. I wouldn't say completely safe. The Ghostbusters are finished. Right. Well, overruled. Sustained. Thank you. بالنسبة لهذا الفيلم المؤكد أنه راح يصدر هذا الشهر، راح نشوف فيها الحماس والمغامرات والضحك وأشياء أكثر. طبعا هذا الفيلم له أكثر من جزء، ولكن تقدرون تدخلون على هذا الفيلم على طول وتفهمون كل شيء من البداية. القصة تبدأ أول ما تتسبب قطعة أثرية قديمة في رجوع كيان شرير. الحماس يبدأ أول ما يرجع صائدي الأشباح من جديد للتعاون في سبيل إنقاذ العالم من عصر جليدي جديد. On behalf of the Eurospace program, 189 days into your solo journey. Commander Prohaska, how are you feeling? فيلم جيد من آدم ساندلر. أحياناً أحب أشاهد أفلامه الكوميدية، وياما تكلمت عنها في هذه القناة، ولكن بعد فيلمه أنكت جيمس فياً كان يستحق الأوسكار عليه، وعرفت أنه ممثل مظلوم في هذا الفيلم. كان أداءه مميز، ويعتبر فيلم درامي بين النجاة والمغامرات كلها في هذا الفيلم. لو أبي أشبه هذا الفيلم يذكرني في فيلم فينش اللي كان من بطولة توم هانكس، وهذا بوستره. إذا ما عجبكم فيلم فينش لا تشاهدون هذا الفيلم من وجهة نظري. راح نشوف جيكوب اللي يسعى للتغلب على كافة الصعاب والتحديات لتحقيق حلمه بأن يصبح أول رائد فضاء في بلده. خلال هذا الأمر راح نشوف العديد من الصراعات لتحقيق هذا الحلم، ولكن القصة صعب تتوقف هنا. They may be royalty, but that doesn't make them good people. Your hand, child. Close your eyes. I've got you.
واحد من الأفلام اللي تعتبر فان تو واتش من مغامرات وحماس وفانتازيا جيدة من هذا الفيلم، عجبني وقلت لازم أتكلم عنه هنا. تبدأ القصة بعد أن قابلت الزواج من أمير وسيم، ولكن حماس يبدأ أنها وقعت ضحية للعائلة المالكة اللي دفعت بها لسداد دين قديم. يتعين عليها مواجهة تنين ضخم، معتمدة في ذلك على ذكائها وإرادتها للبقاء على قيد الحياة، ولكن القصة الجميلة صعب تتوقف هنا. ومعنا فيلم كوري رهيب، وحرفيا الفترة الأخيرة الأفلام الكورية هي الأفضل، وقريبا راح ينزل جزء جديد من سلسلة الأفلام الكورية، كل فيلم أشاهده يطلع أفضل وأفضل. الحماس والضحك كانت موجودة في هذا الفيلم. راح نشوف الإمرأة اللي خسرت متجر غسيل الملابس الخاص بها بسبب حادثة حريق، تجيها مكالمة من البنك ويقدمون لها عرض وقرض منافس، ولكن الصدمة أول ما تكتشف أنها أصبحت ضحية لمخطط التصيد الصوتي. يبدأ حماس أول ما تحاول اكتشاف واحد للكارثة اللي تورطت فيها ومحاولة استرداد أموالها، ولكن القصة صعب تتوقف هنا. Do you have insurance? What? Your coverage good? Like you have dental? Oh, haha. Is there a hospital nearby? Is it like too far? About like 25 minutes, I'd say. I just slapped you. Are you alright? What? ومعنا أكثر فيلم متحمس له بهذه القائمة بتقولوا لي ثامر، ليكون علشان جيك جينهال، بقول لكم هو ممثل كبير ورهيب، ولكن هذا الفيلم راح يكون فيه المقاتل كونر ماكغريغور، وهو مقاتل اللايت ويت باليو اف سي. ومن إعلان الفيلم أضمن لكم أن هذا الفيلم تجربة تفويتها قرار خاطئ، راح نشوف لاعب سابق بالفنون القتالية المختلطة. الصدمة أول ما ينتهي الحال به بوظيفة قليلة الدخل. حماس يبدأ أول ما يحاول شق طريق الصعاب والرجوع إلى المنافسة، ولكن القصة صعب تتوقف هنا. Have you ever had a dream about your first ride? وبعد تجربة عظيمة بالسينما، هذا الفيلم كان صدمة لي، وقلت لازم أتكلم عنه في هذه القائمة لأن بالضبط توه نازل وموجود في كل سينمات العالم. اللي شاهد الجزء الأول من هذا الفيلم لا يفوتكم التكملة للجزء الثاني، واللي كانت تحفة أعجبتني من كل شيء، من إخراج وتصوير وسينماتوغرافي وأشياء أكثر وأكثر لو أبي أتكلم عنها راح أقعد طوال الحلقة. فلو ما شاهدتم الجزء الأول لازم تشاهدونه وعلى طول تروحون على الجزء الثاني، واللي يعتبر تذكرة ذهبية تفويتها قرار خاطئ، ويمكن كثير منكم ما شاهده. وقصة الجزء الثاني ما راح أتكلم عنها، ولكن راح أقول لكم قصة الجزء الأول. يجد ابن عائلة نبيلة نفسه مطالبا بالانتقام لوفاة والده، ومن جانب آخر حماية كوكبه من قوة الشر اللي تسعى للسيطرة وسرقة أهم عنصر في المجرة بأكمله. فترى ما هو هذا العنصر وما قصة هذه الخلطة بالتأكيد الممتاز، ولا تحكمون عليه من القصة، ادخلوا وصدقوني راح تستمتعون بفيلم ما ينفوت. كان معكم ثامر من قناة ميجا فيلم، لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك والنشر. You stole my heart of gold after my soul.